حضروا إلى أن تكون الدراسة بامتياز عن بعد بواسطة الأرضيات التعليمية لفائدة منتسبي هذه الجامعة عن طريق أرضيات تفاعلية بين الطالب والأستاذ. بث دروس عن طريق الأرضيات سواء كانت مصورة أو عن طريق الرقمنة. الشطر الأول يتعلق بالجانب العلمي والبيداغوجي. هناك أيضا برنامج متعلق بالنشاط الثقافي، نشاط ثقافي المتمثل في تنظيم سهرات فنية وأيضا فيه لقاءات في كرة القدم. نظمنا يعني برنامج خاص بدورة في كرة القدم ما بين المناطق الجهوية.